هي أجواء إيمانية كبيرة عاشها رواد مسجد عمر بن الخطاب بمنطقة بوسفر شاطئ، أجواء صنعها علماء أجلاء ومقرئين قدموا من مصر والمغرب الشقيق، وتفاعل معهم آلاف المصلين. اليوم كان الاحتفال في مسجد عمر بن الخطاب في بوسفر شاطئ احتفالات راقية جدا، تفاعل أهل وهران عموما أهل محبين للقرآن. وجدنا الناس بيستقبلونا أحسن استقبال، بارك الله فيهم وعليهم، وربنا إن شاء الله يحفظهم دايما شعبا ورئيسا ويحافظ عليهم ويكرمهم إن شاء الله إكراما لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. المناسبة كانت محطة لإعلان شقيقين من إسبانيا إسلامهما، مطلقين بذلك ما كان عليه من ضلال. Quiero ser musulmana porque quiero seguir el camino de Allah, porque he visto que es una religión que es buena y me gustaría seguir los pasos. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. وكانت أيضا فرصة لتكريم حفظة كتاب الله. ليست هي المرة الأولى التي يعرف فيها مسجد عمر بن الخطاب بوسفر إنزالا بهذا الشكل لمشايخ الدول الإسلامية الشقيقة، فقد باتت الجزائر بفضل استقرارها قبلة يفضلها هؤلاء.